أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون مؤقت يمنحها صلاحيات أوسع في مواجهة وباء كورونا، وبحسب هذا القانون ستتمكن الحكومة من وضع قواعد أكثر صرامة من أجل الحد من انتشار العدوى، تتناسب مع الأنشطة والأعمال المختلفة، تصل لحد الإغلاق التام في حال لزم الأمر. قالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرشن أن قطاعات الثقافة والمطاعم والفنادق والخدمات حصلت على القدر الأكبر من الدعم الحكومي خلال أزمة كورونا، وأكدت أن القطاعات الأكثر تضرراً استفادت من الدعم أكثر من غيرها، وأن الحكومة قدمت دعماً كبيراً للشركات الفردية والصغيرة. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين عن بدء إجراءات التطعيم بمجرد وصول لقاح فيروس كورونا إلى السويد بعد عطلة عيد الميلاد كما هو متوقع، وتقضي الخطى أن يتم تطعيم كل فرد ينتمي إلى إحدى مجموعات الخطر، وكل من يزيد عمره عن 18 عاماً قبل نهاية شهر يونيو حزيران المقبل. طالب رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون مصلحة الهجرة برفض طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص الذين يأتون من بلدان آمنة بسرعة، وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون الأشخاص المرفوض طلبات لجوئهم قادرين على تحويلها إلى إقامة عمل، وعليهم مغادرة السويد فوراً. احتلت السويد المركز الرابع عالميا في مؤشر أداء التغير المناخي لعام 2021، ويستند المؤشر لأربع فئات رئيسية هي الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري والطاقة المتجددة واستخدام الطاقة وسياسة المناخ، ولم تصنف أي دولة بالعالم ضمن المراكز الثلاثة الأولى التي يرمز إليها باللون الأخضر. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.